حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لميليشيات الحوثية في جبهات الفاخر دنغالا. العاصفة المدارية كيار تؤثر على جزيرة سقطرى بأمطار رعدية غزيرة. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية جديدة في مديرية الشحر. أهلا بكم. بحث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس المينا البحسني في العاصمة السعودية الرياض مع مركز الملك سلمان المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في حضرموت. جاء ذلك لدى لقائه مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيزة. وأشاد محافظ حضرموت بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها لليمن في مختلف المجالات والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. عقدت قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية التابعة لقوات الدعم والإسناد اجتماعها الدوري في كلية الطب بجامعة عدن. وفي الاجتماع بحث قائد قوات حماية المنشآت الحكومية القائد أحمد بن عفيف توزيع الكتائب لاستلام باقي المرافق والمنشآت الحكومية التي بحاجة للتأمين، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تحقيق الهدف لحماية كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، مقدما شكره للقيادة الإماراتية والسعودية وكافة ألوية الدعم والإسناد على دعمهم الكبير للواء واهتمامهم به. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من الأجهزة الإلكترونية لديوان جامعة عدن ضمن حملة دعم القطاع التعليمي الذي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة. وأشاد مدير عام المشاريع بالجامعة المهندس الخضر محمد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لكلية جامعة عدن في سبيل النهوض بالتعليم الإلكتروني ومساعدة الطلاب على التطبيق العملي في المختبرات. هذا وتضمن الدعم المقدم لديوان جامعة عدن أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات ربط الشبكات. اليوم نحن بديوان جامعة عدن تقدم الهلال الأحمر الإماراتي مشكورين بتقديم دعم جامعة عدن عبارة عن أجهزة كمبيوتر وطابعات 120 طابعة وأجهزة اتصالات مختلفة. شاكرين دعم الإمارات إمارات الخير. طبعا في هذا اليوم استلمت جامعة عدن أجهزة كمبيوترات وطابعات وحاسبات من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكرهم على هذا الدعم الذي قدموه لجامعة عدن، وإن شاء الله تستمر هذا الدعم. طبعا اليوم استلمنا أجهزة كمبيوتر عددها 8 أجهزة و 126 طابعة وبعض المستلزمات كآلة حاسبة وبعض الشبكات الإلكترونية. تمكنت القوات الجنوبية من كسر أعنف عملية عسكرية لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع. وتصدت القوات الجنوبية لهجوم كبير في حبيل العبدي ومناطق شمال شرق الفاخر. وأفادت مصادر ميدانية أن معارك قوية دارت أثناء محاولة ميليشيات الحوثي التسلل على تبة عثمان واليوبي في مزخرة جبهة الفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع. وأضافت المصادر أن الاشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة. استشهد الطفل عبد الله محمد قاسم البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة أحد القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه قرية الموصلية التابعة لمنطقة المشاريح شمال غرب حجر في محافظة الضالع. وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع أن الطفل عبد الله بينما كان يلعب بجانب منزله سقطت إحدى القذائف على بعد أمتار من منزله مما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة الشظايا المتطايرة التي وقعت في مختلف أنحاء جسمه. هذا وكانت الميليشيات الحوثية قد قامت بإطلاق عدد من قذائف الدبابات باتجاه منازل المواطنين في منطقة المشاريح الموصلية.
أكدت دائرة التوجيه الأمني التابعة لقوات الحزام الأمني بمحافظة أبين في تقرير لها أن الحالة الأمنية جيدة وميليشيا حزب الإصلاح في انهيار. وأشار التقرير إلى أن القوة الغازية من قوات الإصلاح والقاعدة خرجت إلى شرق المدينة ولم يتبقى سوى بضعة أطقم منتشرين في النقاط الشرقية المحاذية لمحافظة الشبوة، وسيتم مداهمتهم والتخلص من ميليشيا الإصلاح بالكامل. والمدينة حاليا تحت سيطرة قوات الحزام الأمني وتحكم السيطرة على أطراف المدينة. وأوضح التقرير الخسائر للعدو، حيث بلغت الخسائر البشرية 6 قتيل وجرح 2 وإعطاب طقم. تفقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقيل العطاس بمعية رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بحضرموت الدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر جرح الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية الذين تلقون العلاج بمستشفى ابن سينا بالمكلا، حيث اطلع من المسؤولين في المستشفى على الوضع الصحي للجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل ومنوهين ببسالة وشجاعة أبطال الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بأبين وتضحياتهم الكبيرة التي أدت إلى إفشال مؤامرة حزب الإصلاح في محاولة غزو أحور. رصدت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر في حضرموت هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار في بعض مدن ساحل المحافظة نتيجة التأثيرات الغير مباشرة للحالة الجوية كيارا، مشيرة إلى أن لا مخاوف منها ولا توجد توقعات بهطول أمطار عدا تدفقات السحب العالية. وذكرت غرفة الإرصاد أن مركز عمق المنخفض المداري كيار يتمركز في جزيرة سقطرة مسببا هطول أمطار رعدية كثيفة ورياح عاتية مع تشكل بعض الفيضانات المحلية على أجزاء جزيرة سقطرة. وبيّنت أن أقرب سحب ركامية تبعد عن سواحل حضرموت نحو 180 كيلومتر، كما رصدت أيضا سحب المنخفض المداري في خليج عدن مع استمرار تدفق السحب العالية على المهرة وحضرموت وشبوة مع اضطراب عمق البحر. شهدت جزيرة سقطرة صباح اليوم أمطار رعدية غزيرة جراء تأثرها المباشر بالمنخفض المداري كيارا والتي أدت إلى تشكل الفيضانات على أجزاء من أرخبيل الجزيرة وكذا ارتفاع مواج البحر. هذا وكانت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر في حضرموت قد نشرت تنبيها للمواطنين في سقطرة بأخذ التدابير الاحترازية والابتعاد عن مجاري الأودية. اطلع قائد قوات خفر السواحل في حضرموت الرائد محمد بامهير على أوضاع ميناء الشحر والتنسيق مع رؤساء الجمعيات لعمل لجان تطوعية استعدادا للحالة المدارية في بحر العرب كيارا. وخلال الزيارة التفقدية اطلع على استعدادات موقع خفر السواحل وجاهزيته خلال هذه الفترة، كما عقد لقاء مع رؤساء الجمعيات وإشعار ملاك العباري بإخراج براميل البترول والديزل ووضعها في مكان آمن. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الاستعدادات التي تقوم بها قوات خفر السواحل في جميع القطاعات والمواقع التابعة لها استعدادا للمنخفض المداري كيارا. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية جديدة على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية الشحر، وذلك في إطار الحملة الإنسانية والجهود الإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام فريق الهيئة بتوزيع 300 سلة غذائية على أهالي منطقة زقفة بمديرية الشحر، استفاد منها 1500 فرد من الأسر المحتاجة. وأشاد المسؤولون بالشحر بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين مستوى معيشة الأهالي من خلال المساعدات الإنسانية المستمرة. من جانبهم عبر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه اللفتة الإنسانية مشيدين بدولة الإمارات وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء المحافظة. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي اليوم على استلامنا منه السلة الغذائية لأهالي منطقة الزغفة، وهذا لجأ بالأول مرة فلهم كثير من النزولات ودائما ما يقصرون مع أهالي المنطقة، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق إن شاء الله في مهامهم وفي عملهم ويجزاهم الله الخير على لفتهم الكريمة لأهالي المنطقة. ونحن بالنيابة عن أهالي المنطقة نتقدم لهم بالشكر الجزيل على كل ما يقدمونه هنا في السابق وفي الحاضر إن شاء الله. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمه من مساعدات لهذه المنطقة، وهذا يعتبر من طيبة قادتها السياسية ومن حسن أعمالهم يعني، ودائما هذا الدولة نراها تسعى في الخير وتسعى في تقديم المساعدات لكثير من المناطق المحتاجة، وأننا نشكرهم كثير الشكر على هذا الجهد اللي يقدموه. وكذلك
الامارات ما قدمت مساعدات يعني غذائيه واعانات، بل قدمت في كل المجالات، ونشكرها شكر جزيل، ونشكر القياده السياسيه الاماراتيه المتمثله بالشيخ خليفه بن زايد وكذلك القياده السياسيه الاماراتيه، نشكرهم كثير الشكر على هذا العمل ولهذا اللي يقدمونه على ما يقدمه لهذه المنطقه، وجزاهم الله خير ونحن ممنونين لهم كثير، ولا نقدر عن انجاز هذه الدوله ما قدمته. تمكن افراد نقطه راس حويره العسكريه التابعه لمعسكر الادواس من القاء القبض على مروج لماده الحشيش المخدر وبحوزته كميه من ماده الحشيشه. وقال مصدر عسكري ان المروج كان قادما في احد باصات النقل الجماعي من منطقه العبر متوجها الى المكلا، وبعد التفتيش الدقيق تم اكتشاف المضبوطات من الحشيشه واتخاذ الاجراءات اللازمه مع المتهم واحالته للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات القانونيه. يذكر أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال اليومين الماضيين. تفقد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان شعبة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الثانية للإطلاع على مستوى الأداء وجاهزية الجنود في الشعبة. وأكد أركان المنطقة الثانية على اليقظة العالية والمتابعة الشديدة ورفع الجاهزية لمنتسبي شعبة الاستخبارات، موجها نصائحه للمنتسبين في حفظ الأمن واستقراره. من جانبه أشاد رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد صالح المعاري بالدور البارز الذي تلعبه الاستخبارات في تنفيذ المهام الاستخباراتية بدقة عالية، محذرا من الاختراقات التي يستغلها العدو لمحاولة النيل والوصول لما يسعى إليه. أنهى نحو 36 متدرب في مدينة المكلا الدورة التدريبية عن الطاقة الشمسية التي نفذتها أكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع وبتمويل من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية. وتأتي هذه الدورة التي استمرت 10 أيام ضمن مشروع دعم التوسع المالي وغير المالي في مناطق التدخل المتكامل. وخلال الدورة اكتسب المتدربين عدد من المهارات والمعلومات حول مكونات المنظومة الشمسية وأساسيات الكهرباء وكيفية تصميم وربط المنظومة الشمسية. وفي حفل الاختتام أشار المدير العام لأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع المهندس فهد باعشن إلى أن الدورة ستساعد المتدربين على كيفية تشغيل المنظومات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدا منح الأكاديمية الفرصة للمتدربين لفتح مشاريعهم الصغيرة الخاصة لبيع المنظومات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية. أقامت منظمة فودر للصحة النفسية بمدينة المكلا الحفل الختامي لحملة نعم للصحة النفسية، وتحت شعار ضم صوتك للمليون صوت برعاية من مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت وبشراكة مع نادي متطوعون. وفي الحفل الختامي للحملة تحدث المدير التنفيذي لمنظمة قيود للاكتئاب الأول سعيد باتيسير عن وجود 300,000 حالة نفسية داخل المكلا وفق الدراسات والبحوث، كما أفصح عن رؤية المنظمة للعشر الأعوام المقبلة، حيث كشف أن المنظمة تخطط لفتح مصلحة نفسية متكاملة وسن قانون الصحة النفسية، بالإضافة إلى إنشاء جامعة للعلوم والدراسات النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لميليشيات الحوثية في جبهات الفاخر بالضالع. العاصفة المدارية كيار تؤثر على جزيرة سقطرى بأمطار رعدية غزيرة. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية جديدة في مديرية الشحر. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.